استاذ ايهاب من السويس، من السويس اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يديك عنا كل خير يا فضيله الشيخ. الله يرضى عنك ويبارك فيك يا سيدي. الله حضرتك، انا ابلغ من العمر 55 سنه شاب. تمام؟ يعني الله يكرمك، الله يبارك فيك يا رب. من حوالي 14 سنه كنت اتفصلت عن الزوجه، وكان معايا بنت كانت عندها سنه وثمان شهور. قعدت بعد الانفصال حوالي شهر بشوفها يوم في الاسبوع، فجاه لقيتها قطعتها مني ومش عايزه توريهاني خالص، ومبرغه الرسول اللي بينا يعني اني عايز يشوفها يشوفها عن طريق المحكمه، ورفعت عليا قواضي اللي هي بتاعت النفقات، مع رغم ان انا كنت بدفع لها نفقات. تمام يا مولانا؟ تمام. فقعدت 14 سنه بحاول اشوفها، مش عارف اشوفها، لغايه ما توصلت للمدرسه بتاعتها ورحت كنت بشوفها في المدرسه. البنت مكرهينها فيا بطريقه رهيبه رهيبه رهيبه. البنت لما انفصلت عن امها كانت عندها سنه وثمان شهور، لما رحت اشوفها في المدرسه كان عندها ست سنين، يعني تقريبا خمس اربع سنين ونص، ما اعرفش حاجه عنها، وشكلها اتغير وكل حاجه. هي اللي فتحت لي في الفصل، بسالها عن اسم في اسم الطالبه في الفصل، هي اللي قالت لي انا. يعني اب واقف بيكلم بنته وما يعرفش ان هي بنته، ولا هي تعرف ان هو ابوه. فلما قلت لها ان انا باباكي، لقيت البنت ضحكت لمده ثلاث ثواني بالظبط، وبعد كده قامت اترعشت وجريت على الميز بتاعتها وقعدت تترعش. بناء على ان هم مخوفينها من بابا. بابا طب فين السؤال يا استاذ ايهاب؟ فين السؤال؟ اتفضل يا مولانا. فين السؤال يا سيدي؟ السؤال يا مولانا، هم ما يعرفوش ان انا اب الا في الفلوس، في المحاكم، زيادات نفقه زيادات نفقه. السؤال بقى، طب السؤال. انا من حقي رؤيه بنتي. بنتي لما بروح لها المدرسه مولانا بتعاملني أسوأ معامله، أسوأ معامله قدام المدرسين والمدرسات، ويقعدوا يبهدلوها. عيب عليكي بابا، ده بابا كويس بتعامليه دي كده. سؤال حضرتك فين يا استاذ ايهاب؟ السؤال يا مولانا، انا دلوقتي خلاص جالي مرسال ان انا ما اروحلهاش المدرسه تاني، يعني حتى الوسيله اللي كنت بشوف بنتي فيها اتمنعت عنها. انا دلوقتي هل ليا ذنب من ناحيه بنتي ديت اللي انا اتحرمت من رؤيتها، اتحرمت من حضنها، اتحرمت ان اتعامل معاها، اتحرمت ان انا اربيها، اتحرمت من كل دوت؟ مش كل راجل ظالم، مش كل راجل ظالم. انا جاوب على حضرتك يا استاذ ايهاب. بصوا يا جماعه، عشان بس ايه اقول لكم، عشان انا كنت قلت لكم ان انا في مره كنت في لجنه من اللجان اللي كانت مسؤوله عن التفكير ازاي هنتعامل في قضيه ما يتعلق بالاحوال الشخصيه اللي موجوده دي، واللجنه دي كانت مسؤوله ان هي تدرس الكلام ده. فانا فوجئت زي ما قلت لكم مره ان حد اتصل بيا قال لي انا بكلمك باسم 2 مليون مطلق، 12 مليون مطلق. فحسيت ان البلد كلها مطلقة، احنا عندنا مشكلة في مسألة الرؤية، وعندنا مشكلة في كذا 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 كذا. انا ما اعرفش طبعا جاب تليفوني ازاي، بس خلاص. الحاجة التانية بعدها بشوية ساعة اتصلت بواحدة قالت لي انا بنكلمك عشان باسم برضو 12 مليون برضو مطلقة. وماشي طبيعي. فايه اللي حاصل؟ احنا محرومين من مسألة النفقة ومتبهدلين من الازواج، وده والعياذ بالله ذل، وده والدين ما بيقولش كده، والدين ما بيقولش ياخدونا لحم ويرمونا عض. كويس. ايه اللي حاصل بقى؟ ايه اللي حاصل؟ ان الطرفين يتقوا الله. عندك حق يا سيد ايهاب، المراه اللي بتكره البنت في ابوها ظالمه ومتعديه، والاب اللي طلق الست من غير ما يكون يراعي مساله العقل وطلقها من غير ما يحسب الحسابات بعد كده كذلك هو آثم. الاتنين محتاجين يقفوا وقفة حقيقية مع نفسهم، تتنازل على انك انت كنت صاحب القرار الصح لما طلقت امها، وتفتكر ان البنت دي ملهاش ذنب في اللي انتوا الاتنين بتعملوه. يبقى انتوا الاتنين المفروض تقعدوا قعدة عقلاء. طبعا واحد يقول لي يا مولانا انت يا انت بتتكلم كلام رومانسي وبتتكلم كلام، امال انا المفروض لما نيجي نتكلم ونتكلم من مدخل الدين نكلمكم بايه؟ بهواكم؟ نكلمكم ان كل واحد فيكم صح؟ نكلمكم عشان كل واحد فيكم نغذي فيه الانتقام والحقد؟
نكلمكم عشان تدمروا الاولاد اذا ما كنتوش عارفين هتعملوا ايه مع اولادكم بتخلفوهم ليه؟ اولاد دول ما لهمش ذنب يا استاذ ايهاب. انت شايف ان بنتك كرهوها فيك هتعمل ايه؟ انت مسؤول ان تحبب بنتك فيك ازاي؟ توريها ازاي الراجل بيتعامل مع الست؟ خلي الصورة اللي هي رسمتها لك زوجتك تتكسر على حنيتك، مش انت مسؤول ان الست شفته الشيطان. انا قلت لكم انا طلقتها لان هي شيطان، مش هو ده المطلوب يا استاذ ايهاب؟ طيب انت عايز تشوف بنتك، محدش منعك خالص 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 ان انت ترفع قضية عشان الرؤية، لكن انا بمنعك ان انت تفضل مصر على ان امها ضيعتها. الحالة اللي فيها بنتك دي مش نهاية العالم، دي بداية علاقتك، بداية مرحلة جديدة لعلاقتك ببنتك، وانا بنصحك ما تضيعش الوقت. مش انك انت خلاص بنتك شايفاك كده، لا، بنتك هتفتكر ان انت كنت بتجيلها من المدرسة كل يوم وكل وملح ان انت تروح لها وملح ان انت تشوفها وملح ان انت تعمل كذا. مش هتنسى ده، استمر. بتقول لي اعمل ايه؟ استمر في انك انت تحسن لبنتك، واستمر ان انت تعمل ده. يا سادة، نستحلفكم بالله رفقا باولادكم، اتقوا الله. في حاجة اسمها الطلاق المتحضر، الطلاق الجميل، التسريح الجميل. الحياة ما تستحقش ان احنا نتحمل ظلمنا لبعض، وظلمنا كمان لحتة من قلوبنا، ظلمنا لأولادنا.